مهم جدا تأثير السكر على العائلة، وقد يكون أحد أفراد العائلة مصاب بالسكر، قد يكون طفل صغير، قد يكون رجل أو امرأة في منتصف العمر، أو قد يكون كبار في السن. فذلك مرض السكر له تأثير كبير على العائلة في طريقة العلاج. هناك أفراد في العائلة خصوصا الأطفال والكبار في العمر يتطلبون مساعدة من أفراد العائلة الآخرين لضبط معدل السكر، وقد أيضا يكون بسبب مساعدة العائلة لبعضهم البعض لعدم حدوث مرض السكر. فالعادات اليومية مهمة، وهي ممكن تكون مدروسة ما بين العائلة جميعها. فالعائلة التي تحبذ الأكل الكبير وعدم الحركة قد تزيد من مخاطر العائلة كلها في الإصابة بمرض السكر. فذلك العائلة يفترض أنها تكون أحد العوامل الأساسية لمنع حدوث مرض السكر، وأيضا معالجة مرض السكر والانتباه له. ودمتم بصحة.